سلام، مرحبا متابعيني الأعزاء. موضوع اليوم جدا مشوق، 7 أشياء تعرقل ارتفاع الوعي والإدراك والفهم، وأولها وأكثرها شهرة حتى وهو الحب المشروط. الحب المشروط يتجسد بأشكال مختلفة على نمط مختلف، كمن رسائل تصلني بداخلهم قصص، والقصص تكون مبنية على الحب المشروط، ولا يدري أحيانا الذي أرسل لي رسالة أن القصة بحد ذاتها مبنية على شروط وحب مشروط. مثلها عندما يحدث سوء تفاهم بين الزوجة وأم الزوج، ويأتي الزوج على غفلة بدون أن يفهم ماذا حدث، يأتي لكي يصفع زوجته لأنها أهانت أمه، بغض النظر عن ما هي المشكلة ومن بدأ وكيف حدث ذلك، فرصة وجدها لكي يثبت عروبته وشهامته المتعارف عليها في بعض الأماكن التي يكون فيها الفكر محدودا. ومن الذي سيقول له أن فعلك خطأ إن كانوا كلهم يسندوه ويشجعوه ويقولون له أحسنت، أنت هو الرجل؟ وما أروعهم عندما يتحدثون عن المساواة، بينما فكرهم ممتلئا بالأشواك، حتى وإن كانت الوردة من الأعلى تضيء لك بكلمات ولكن جذورها أشواك، فلا تصدق أي وردة جميلة قبل أن تنزل إلى أعماقها لترى إن كانت هنالك أشواك أم لا. فربما يسحرك شخص ما بكلامه الجميل، ولكن عندما تود أن تحضنه تحضن تلك الأشواك التي ستراها في فترة ما بعد معرفة ذلك الإنسان. عندما تحدث لك أي مشكلة تجلس في زاويتك تحزن وتبكي بحرقة، تذكر أن الكون لن يتوقف من أجلك. لا تزال الأرض تدور بهدوء، القمر يدور حول الأرض، إن كنت سعيدا غير سعيد فالكون لا يزال يمشي على نمطه المعروف وقانونه الثابت. أما أنت فلك حرية الخيار أن تذهب خلف الحب المشروط الذي يكون فيه الحب ناتج عن شروط وعلى قوانين، وعلى افعل ولا تفعل، أحبك عندما تفعل ولا أحبك عندما لا تفعل. هذا هو الحب الموجود لدى الأغلبية، يتحدثون به، يغنون به، ولكنهم لا يعيشون فيه. مثل شخص يروي قصة ويتمنى أن يكون البطل في هذه القصة، ولكنه لا يحيا دور البطل الذي في القصة لأنه يتمناه ولا يعيشه. الشيء الثاني هو انعدام حرية الخيار، وهو مرتبطا مع الحب المشروط. إذا أردت أن تدرس شيئا معينا أو تقرأ شيئا معينا، لا تجعل أي واحد يريك الاتجاه، فذاتك ونفسك هي التي تعرف. ربما شخصا ما يعطيك نصيحة تناسب هواه، أو يسرد لك تجاربا من التي تعرض لها، وهذا لا يعني أنك ستتعرض لنفس التجارب. فمن يعمل في مجال ما وفشل فيه ليأتي ليعطيك تجاربة، شخص آخر عمل في نفس المجال ولكنه نجح فيه، ذلك له المهارة وذلك ليست لديه مهارة. ليس كل شخص يعطيك رسالة تأخذها من المسلمات. الشخص الذي يقول لك كلام هي وجهة نظر، لا تقول أحبه وأصدق كلامه لأني أحبه، هي وجهة نظر. كما أن النضال يتحدث معك الآن لا يطلب منك أن تصدقه، يعطيك فكرا ولك حرية الخيار، كما لي حرية الخيار. إن كنت مبدعا في شيء ما، لا تجعل أي أحد يريك الاتجاه. إن ضللت الطريق فأنت الوحيد الذي يعرف ذاتك ويعرف نفسك، أنت هو الوحيد. الآخرين ما يعطوك إلا نصائح، وهذه النصائح لا تعتمد على ما بداخلك. الذي يعطيك النصيحة هو بحد ذاته لا يعلم ماذا يحدث بداخله، ولا يعلم ما هي الأجواء الداخلية أو النوايا الدفينة التي تتجلى في العالم الفيزيائي الثلاثي لبعد. وإن أدرك ذلك لما فرض عليك خيارا معين، وإن كنت واعيا لما تقبلت رفض ذلك الرأي والقرار الذي أتاك. لك حرية الخيار فيما تفعل، إن كان هداما فستكون نتائجك هداما، إن كان بناعا ستكون نتائجك بناعا. لن يتوقف الكون على حزنك أو سعادتك، أو على فرحك أو على بؤسك، أو على إيجابيتك أو على سلبيتك، فستعيش نتائج خياراتك. حتى وإن أعطاك شخصا ما خيارا وأعطاك هذا الخيار لكي تنفذه، فإن نفذته وأنت لا ترغب في ذلك كمجال دراسة كعمل كأي شيء، وأنت نفذته فقط لكي لا تخالف الخوف الذي بداخلك وتجعل من ذلك الشخص الذي أعطاك الرسالة كسلاح تستخدمه،
فإن فشلت أو نجحت فستكون نتائج خيارتك ليس إلا. حتى وإن شخصا ما فرض عليك رأي وفعلته، يبقى الخيار خيارك، لأنك أنت الذي تقبلت وكان لك حرية الرفض لكي لا تتقبل. راجع دائما خياراتك، راجع حدسك، راجع فهمك، راجع إدراكك. ليس كل نصيحة سترشدك إلى الطريق السليم. النصيحة مثل الخريطة، أحيانا ترشدك إلى طريق الكنز ولكنها لا تضعك أمام صندوق الكنز يجب أن تذهب إليه أنت. وأحيانا الخريطة تكون ممتلئة بالسموم، ربما تظن أنك ذاهب في الطريق الصواب أو الطريق الصحيح ولكنك تذهب في طريق مظلم. على كل حال، هذا يعتمد على أي خريطة مسكت بيديك، وأي خريطة أدركت، وأي فهم وصلت إليه لكي ترى هل أختار أو لا أختار. فهنا يكمن فهم أكثر من خيار وأنا وأنا. هنا يكمن شيء أعمق، يكمن هنا شيء أعمق. الشيء الثالث هو المقارنة. إن ضللت تقارن نفسك بالناس فأعدك ستظل أينما أنت إلى الأبد. المقارنة هو أغرب سم تتجرعه البشر الآن، ليس أقواهم بل أغربهم. لكل إنسان تجربة فريدة، لكل إنسان مهارة فريدة تميزه عن غيره، لكل شخص. فإن أردت أن تقارن نفسك بشخص ما وتذهب في نفس مجاله وفي نفس كذا فقط لكي تصل إلى ما وصل إليه، فحينا أنت تذهب في طريق مظلمة، ليس لأنك تريد أن تنجح وإنما تريد أن تعاند لكي تثبت له من أنت، وربما هو ليس مهتما بك أصلا. وعلى سبيل المقارنة، لماذا لا تقارن نفسك بالجبال، بالأنهار؟ لماذا لا يحدث ذلك؟ لماذا تقارن نفسك بالأشخاص الذي تريد أنت أن تقارن نفسك بهم؟ سؤال، هل هنالك من قارن نفسه بالشمس؟ هل هنالك من قارن نفسه بالقمر؟ هل هنالك من قارن نفسه بمنزل؟ ربما منزل تحدث نوعا ما، ولكن ليس المنزل بل لمن يسكن في المنزل. هل حدث ذلك؟ إذا أردت أن تنجح في حياتك، حاول ألا تقارن نفسك بأي شخص. بدل أن تقارن، قم بتفعيل تلك القوة اللامحدودة بداخلك التي تعطيك المهارة والسلك الخاص بك وتعطيك القوة الداخلية. فإن أردت أن تقارن نفسك بأي شخص، صدقني حتى إن هزمت ذلك الشخص لنفترض، وهو احتمال نوعا ما يحدث ولا يحدث في نفس الوقت، حتى إن وصلت إلى أن تصل إلى ذلك الشخص، فصدقني الإبداع سيتوقف هنا، لأن كان هدفك ليس أن تنجح وليس أن تصل إلى هنالك، إنما كان هدفك هو أن تثبت لذلك الشخص من أنت. وعندما تصل لتلك النقطة سوف تتوقف وستعود ربما إلى وضع أسوأ من وضعك الطبيعي الذي كان، لأن الهدف كان المقارنة والحسد والغيرة. الشيء الرابع هو التعلق بالأشخاص وبالمادة. تذكر، إذا سلمت نفسك لشيء ما أو لشخص ما وربطت سعادتك به، ستعيش في أسوأ مراحل الألم. ربما لا تراها في البداية، ستراها جميلة في البداية، ولكن بمجرد أن يحدث عكة في بعض الأشياء أو في بعض الأشخاص، سترى أنك تزعزعت معهم. منها التعلق، التعلق أسوأ فخ يقع فيه كثير من الأشخاص، متعلما كنت أم غير متعلم. إن ربطت سعادتك بشيء ما ورأيت أن سعادتك هنا، فصدقني فأنت ضللت الطريق. حتى الخارطة التي أوصلتك لهذه النقطة هي خارطة فاسدة، لا تعطيك ولا أي إدراك لنفسك، لأنك عندما تعطي سعادتك في شيء خارجا عن أنت أو عن ذاتك فأنت ربطت نفسك بها. إن ذهب ذلك الشخص فذهبت أنت معه. حتى وإن فتحت أبواب الدنيا أمامك، سوف ترى نفسك في ظلام وفي حياة بائسة. لماذا؟ لأن سبب السعادة ذهب، سواء كان من المادة كشيء ملموس أو كان كبشر أو حتى كحيوان. إن أردت أن تحب حيوان وتتعلق به، التعلق سم. الذي يحل التعلق هو الحب الغير مشروط. أعزائي، الحب الغير مشروط هو أن أحبه وأجعلك تعيش في حرية خياراتك. إن تعلقت بك فليس لدي ثقة في نفسي نهائيا، لأن التعلق هو عدم وجود شيء بداخل النفس لكي يتعلق به الإنسان ويتشبث به، هو أنت. فإن لم يتواجد هذا الشيء فطبيعي أن يتعلق بأشياء خارجية بسبب انعدام الثقة وانعدام الأمان مع النفس. التعلق
هو نتائج عدم ثقة بالنفس. أكرر، التعلق هو نتائج عدم ثقة بالنفس. الحب الغير مشروط هو المفتاح. أنا أحبك واجعلك تعيش في حرية خياراتك. إن كان فعلك هداما فهو هداما، إن كان بناء فهو بناء. إن أردت النصيحة أعطيك، لك الحرية في أن تتقبل أو ترفض. إذا أذيتني بالكلام أعيش في حرية خياراتي، إما أن أقوقع على نفسي وأغضب أو أتجاهل كلامك. ليس تجاهلا نفاقا ويصبح في الدهن يدور، لا، إنما تجاهلا حقيقيا نابعا عن ثقة بالنفس والذات. ليس التكبر، ليس الغرور، الثقة بالنفس شيء أعمق، والفرق بينهم بين التكبر والثقة بالنفس كالفرق بين الحياة والموت، لا علاقة لهم ببعض. فعندما يقول لك شخص ما أن الثقة بالنفس والتكبر هم شيئان قريبان من بعضهم جدا، لا، أن الثقة بالنفس لا تحتاج أن تظهرها إلى الخارج. من يظهر ثقته بالنفس إلى الخارج وأنا أثق بنفسي وأنا، ما هو إلا كلام فقط يقال. ماذا يحدث بالداخل؟ هنا السر، هنا الكنز. ربما يكون صندوق كنز فارغ، ربما يكون صندوق كنز ممتلئ. هذا يعتمد على ماذا يدور بعقل الشخص. هل يدور في ماذا يفعل ذلك الشخص، ماذا تفعل صديقتي، ماذا تفعل زوجتي، ماذا تفعل كذا، أم يدور حول النفس وحول كانت وتحبهم حبا غير مشروط. والشيء الخامس هو الخضوع للمنطق البشري المبرمج. عندما أقول منطق، نحن لا نتحدث عن المنطق كمنطق، وإنما نتحدث عن منطق أشخاص. إن قال لك شخصا ما كن منطقيا أو كن حقيقيا أو واقعيا، كن على يقين أن الجملة التي بعدها ستكون ممتلئة بالسلبيات وربما توقف مسيرتك التي أنت تذهب فيها. لكي يروي لك بعض القصص السلبية بتركيز وأن يبتعد عن كل شيء إيجابي، لأنه هكذا هو يعيش. عندما يتحدث لك شخص ما عن الأخلاق، تذكر عزيزي أن العالم بأسره له منطقه الخاص حول الأخلاق. وإذا قلت لك الآن أنت أخبرني ما هي الأخلاق، سوف تعطيني وجهة نظرك عن ماهية الأخلاق كيف تكون. وكلكم، كل من يشاهد الفيديو الآن، إن تحدثتم وقلتم ما هي الأخلاق سترى إجابات مختلفة، إلا أن الكلمة واحدة. انتبه لما يسمى بالمنطق. المنطق هو الوعي. إن لم يتواجد الوعي في أعلى مراكز السمو فلا يوجد منطق، وإنما توجد برمجة. برمجة متصلة ببعض العادات والتقاليد جعلت لك منطقا. هي ليست منطقا لأنها منطق، هي مجرد برمجة. وكل كيف يرى الحياة. هنالك من يقف أمام حديقة جميلة وذاته وكيانه ليس في الحديقة، في عقله يفكر ممسوحة الحديقة من أمامه، وهنالك من هناك يقف في تلك الحديقة واعيا حاضرا لذلك المنظر. فهنا اختلاف في المنطق وفي الوعي. هنا أقول لك أن أغلب ما تسمعه من الناس هي مجرد نصائح يمكن أن تكون صحيحة أو دون ذلك، وكل ما تسمعه عن ما يسمى بالمنطق وبالأخلاق ما هي إلا وجهات نظر من الناس. فالأخلاق يأتي من الحب الغير مشروط. إن كان الحب مشروطا فلا تتحدث معي عن الأخلاق. النقطة السادسة هي الأفكار التلقائية والمشاعر التائهة. إحدى من الأفكار التي تكون تراجع نفسها بداخلك. الأفكار ما هي إلا مراجعة لأشياء حدثت، وحين تكون مختلطة بتخيلات مستقبلية. هنا يكون صراعا يحدث بداخل عقلك لا يراه ولا أي شخص. احذر من أن تكون سرحانا في شيء ما ولا تكن واعيا له. الوعي هو ليس التفكير كما يتحدث كثير من الناس. الوعي هو أن أعي أنني الآن في حالة تفكير فأدرك أنني أفكر. ليس يكون الوعي راكدا وأنا في عالم الأفكار وكانني يحلم. الوعي هو أن تدرك أنك تفكر، أن تدرك أنك حاضر في الآن. بمجرد أن تأتيك فكرة وتدركها ستعود إلى الحاضر. بمجرد أن تأتيك مشاعر ركز عليها واعلم أن المشاعر نتائج فكر أو نتائج أفكار. كن مدركا لهذه النقطة، لأن أحيانا الأشخاص يفسدون أنفسهم بسبب أفكارهم وخيالاتهم. ما أروع كثير من الأشخاص، ولكن ما يفسد تجلياتهم في الحياة وما يفسد تردداتهم هو الأفكار والمشاعر التي يستقبلوها بسهولة ولا يعلموا عنها شيء في بعض الأحيان. احذر من هذه النقطتين بالذات، احذر من هذه البرمجة. والنقطة السابعة هي التي ستعطينا إلهاما أكثر، وهي الفكرة المخدر والخوف من المجهول. الفكرة المخدر
من أحد أنواعها التي تحدثنا عنها في النقطة السابقة هي المنطق. المنطق متى يكون منطقا؟ عندما لا تسلم عواطفك لهذا المنطق، وعندما لا تسلم أفكارك لهذا المنطق. هنا تستطيع أن ترى أحيانا منطقا ما تراه لا يناسب مشاعرك وأفكارك فترفضه، فهنا كان الرفض ليس لذلك المنطق الحقيقي، وإنما لأن مشاعرك وفكرك رفضه. عندما تتحدث عن المنطق، انزع مشاعرك وأفكارك وكن حاضرا لما هو هذا المنطق، وهنا سترى إن كان هذا المنطق منطقا، وإن كان منطقا مبنيا على أشياء تقولها الناس فيما بينها فقط لكي تشعر بالأمان، وهذا يسند هذا بما يحدث في ذلك المكان. وفي مكان آخر يقومون بنفس السيناريو ولكن بأشكال مختلفة وبمنطق مختلف فعلوهم لأنفسهم فقط لكي يشعروا بالأمان. أما الخوف من المستقبل، لا يوجد مستقبل، يوجد حاضر يتجسد فيه المستقبل. المستقبل هو ليس أن تجلس وتقول ما هو المستقبل كيف يكون، هكذا ستكون نتائجك مبنية على ما أنت عليه في الحاضر، حتى وإن أدركت وإن لم تدرك حاضرك هو نتائج مستقبلك. مستقبلك هو نتائج حاضرك، فلم يكن الحضور في الآن كيف لك أن تبحث عن مستقبل؟ كم من أشخاص يقولون أتمنى ذلك الشيء، أتمنى ذلك الشيء، فيعيشون بتمني بدون إدراك الحاضر الذي يكون التمني الذي يتمنونه. الخوف من المستقبل هو أحب أن أسميه جنون، لأن الخوف من شيء أنت لم تراه بعد ما هو إلا جنون. أدرك ما أنت عليه الآن، أدرك الحضور والوعي. سيداتي سادتي، أعمارنا قصيرة، يجب أن نحياها بطريقة جميلة، نساعد بعضنا ليس عن طريق شروط بل عن طريق حب غير مشروط. إن أردت أن أساعد ولدي القدرة على أن أساعد في هذا الشيء فكان هذا حرية خياري، إن لم أكن أريد أن أساعد ولا أدخل نفسي في هذا الشيء فأنا لدي حرية الخيار، وكلا الأمرين صائبين، لا يوجد خطأ هنا. أحيانا تريد أن تساعد وأحيانا تريد أن لا تساعد. فما نراه الآن أشخاص لا يميلون إلى مساعدة ذلك الشخص أو شيئا ما، فيقولون يلا سبيل العشرة والمعرفة ويجب علي النفق. إن لم تكن لديك النية من البداية فلا تذهب، فأنت تحفر في الرمل وربما تفسد بدل أن تساعد ذلك الشخص. إن لم تكن تريد فقل لا أريد، وإن كنت تريد قل أريد. أعلم أن ما قلته الآن قد يبدو صعبا للفهم، ولكن طريق الوصول إلى أعلى مستويات الوعي تحتاج إلى الحب. الحب ليس الحب المتعارف عليه اليوم، هو الحب أن تفعل أحبك لا تفعل لا أحبك، تقول أحبك لا تقول لا أحبك، ليس هذا هو الحب. الوعي شيء أعمق من هذا بكثير، وأحيانا نحيا حياتنا بدون أن ندرك أي من هذه الأشياء. كم من شخص عاش طوال حياته في منطقة معينة بدون أن يعرف أي شيء عن ما يحدث في العالم الخارجي، قضى عمره كله هناك ولا يعرف أن هنالك أفكار مختلفة ومناطق مختلفة. هنا يجب عليك أن تدرك عزيزي أن كل شخص على الأرض هو تجربة خاصة، وما له مهارة خاصة وله إدراك خاص، فيجب عليك أن تسعى إلى تطوير نفسك. كم من أشخاص يقرؤون كتاب أو كتابين فبوم يريدون أن يساعدوا الناس، خطأ. الكتاب كما قلنا هو خريطة، والباقي يعتمد على أنت كيف توقد تلك القوة التي بداخلك لتكون كاتبا بدل أن تكون قارئا وتنفذ. والكتاب أيضا ينطبق عليه نفس الأجواء، ربما يعطيك خريطة تذهب بك إلى الكنز، وربما يعطيك خريطة تذهب بك إلى الهاوية. والكتب هي أفكار وأشخاص لا نقول عنها صحيحة أو خاطئة، ولكن نتائجها هي التي تثبت، ولك حرية الخيار أن تتقبل ما قلت أو لا تتقبل. إن تقبلت فأنا أحبك، وإن لم تتقبل فأنا أحبك بدون شروط. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد فتح عيونكم. شكرا جزيلا متابعينا اختر جلسة التأمل. سلام.